طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. دعونا في البداية نبدأ مع حصيلة الإصابات والوفيات في العراق بسبب فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 حالات وفاة و416 إصابة جديدة بفيروس كورونا و73 حالة شفاء خلال 24 ساعة. الوزارة قالت بأن إجمالي عدد الوفيات بلغ 185 حالة، بينما بلغت حصيلة الإصابات بالفيروس هذا الإجمالي طبعا 5873 إصابة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 3044. أضافت الوزارة بأن عدد الراقدين الكلي في المستشفيات بلغ 2644، 45 منهم في العناية المركزة. كذلك يعني أظهر مقطع مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لمدير إحدى المستشفيات في العراق، وهو يحذر من تضاعف أعداد المصابين، وأشار إلى أن العراق وصل إلى مرحلة الاستعداد كما قال لفقدان المزيد من الأرواح بسبب الوباء وبسبب عدم التزام الناس بالإجراءات الوقائية. كذلك يعني تم أو أعلن قائم مقام قضاء سوق الشيوخ حسين فرج المباشرة بإغلاق القضاء بشكل تام وتطبيق الحظر الشامل إلى إشعار آخر بعد تسجيل العديد من الإصابات في القضاء. وقد أظهر مقطع مصور تم تداوله كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات الإسعاف وهي تتوجه لنقل المصابين في قضاء سوق الشيوخ. خلونا نشوف تحذير لمدير إحدى المستشفيات في العراق حول ارتفاع عدد الحالات، وكذلك نشوف مقطع لسيارات الإسعاف اللي رايحة إلى سوق الشيوخ حتى تنقل المصابين. شوفوا ونرجع لكم. مع كل الاحتياطات هذا الفيروس من الخباثة ممكن يتسلل إلى بيوتنا إلى عوائلنا، ولكن الكارثة حينما يتسلل إلى أمنا وأبينا وجدنا، ونحن اليوم ذاهبون إجباريا، حقيقة إجباريا أقولها مرة أخرى، إلى مناعة القطيع، وسوف ندخل في مرحلة إعطاء الخسائر، مرحلة استعدوا لمفارقة الأحبة. مع الأسف اليوم بسبب الجهل وعدم الالتزام بالتعليمات اليوم نقف، قد أصيبت عوائلنا. هاي سيارات الإسعاف متوجهة للحسائية لغرض نقل المصابين الملامسين ل 18 واحد لقضاء سوق الشيوخ. خاف واحد يقول حكي كذي بهذا المصدر. هاي أنا بسوق الشيوخ شارع الأربعين، الإسعافات بدأت تتوجه. هاي لحد الآن وصلت 3، هاي 4، هاي الإسعاف الخامسة، هاي الإسعاف الخامسة، هاي فولقم وياهم. يعني المدير من تحدث مدير إحدى المستشفيات وقال بسبب الجهل. احنا كما اشرنا قبل يوم كنا نتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل حول يعني ارتفاع وازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهو بسبب إهمال المواطنين. احنا نعرف الحكومة اللي عندنا بالعراق ما عندها إجراءات، يعني ما عندنا مستشفيات حقيقية، ما عندنا أجهزة تنفس، ما عندنا إمكانيات صحية مثل باقي الدول، فالعاتق الأكبر يقع على المواطن. وحتى وإن كان متوفر فطبعا العاتق الأكبر يقع على عاتق المواطن، يعني المواطن هو اللي يتحمل المسؤولية وتقع على عاتقه هذه المسؤولية. قال بسبب الجهل. احنا نشوف مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، يطلع لك شاب يسأل مراسل يقول له يا ليش انت ما لابس كمامة او ما اخذ الاحتياطات، يقول له والله مو احنا سيد مقتدى موجود فما يصير بنا كورونا. ما معقولة، ما معقولة، يعني إلى أي حد وإلى أي درجة وصلنا من الجهل في هذا الموضوع. يعني يا جماعة الخير، الإنسان لا يضر ولا ينفع، الله سبحانه وتعالى هو الضار وهو النافع. ما يصير هذا الكلام، ما يصير. هذا وباء عالمي انتشر بكل دول العالم، ما له علاقة، ما له علاقة. أخذ إجراءاتك يا أخي، لا تظل تقاعد بالقهاوي وقاعد برا وتجمعات. الحالات بارتفاع، يعني 416 بس اليوم هاي المعلنة، والله أعلم
كم هي الحالات الغير مسجلة وغير معلنة. فاتقوا الله بأنفسكم، اتقوا الله بعوائلكم، بأطفالكم، بكبار السن. ما يصير هيك، ما يصير. طبعا مقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي طالب بتمديد حظر التجوال في العاصمة بغداد إلى 14 يوم وغلق كافة المداخل والمخارج التي تستمر فيها أعداد الإصابات بتزايد كبير. الموسوي قال بأن هناك تخوف من تسجيل نحو 200 إصابة جديدة في جانب الرصافة خلال الساعات القادمة، وهذا العدد طبعا 416، وهذا العدد كما قال لا يتناسب وحجم المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين، لذلك يجب تهيئة مستشفى الكندي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا بشكل كامل باعتباره أكبر مستشفى في جانب الرصافة. طبعا محافظ بغداد محمد العطا دعا إلى فرض حظر للتجوال، حظر شامل في بغداد كذلك لمدة أسبوعين بسبب سوء الوضع الصحي وزيادة عدد الإصابات بكورونا. دعا محمد العطا لجنة الصحة والسلامة الوطنية لاتخاذ إجراءات مشددة وصارمة للسيطرة على الوباء نظرا لسوء الوضع وتسجيل إصابات جديدة في صفوف الأطفال. نعم، معنا اتصال أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. وأنت بخير. وأنت بخير، حياك الله يا أهلا بك. على كل العراقيين الله يسلمك ويحفظك. يعني إحنا مسلمين الأمر أن الحكومة أو السلطة في العراق فاشلة، يعني ما وفرت أقل المستلزمات للشعب العراقي، والفساد يعني مالتهم همينة إجب زمن كورونا وكان أكثر فاحشة كبيرة يعني. لكن ما يخلي مسؤولية المواطن، يعني المواطن كم يعني همين، أنت إذا حكومة فاشلة شو تسوي؟ لازم أنت تحمي نفسك بنفسك، أنت تصير وزير صحة لبيتك. ذكرت هذا الأخ أبو يقول مدام معانا مقتدى إحنا ما صيبنا كورونا، هو نفس هذا أو نفس الشبيه اللي يقول مقتدى هو يطلق مرتي ويزوجني وعني يعني ما لي رأي. كذلك البعض اللي يقول والله هذه يعني خطة أمريكية ولعبة أمريكية. هسه خطة أمريكية ولعبة، بس أنت حمي نفسك، أنت حكومتك لابد من الحكومة تسوي لك شيء. الحكومة ما راح تسوي، الحكومة تيجي تاكل براسك يبوقون. يعني أنا والله انصدمت أستاذ عمر، يعني من شخص سولف لي من مستشفى السماوة. نعم. يقول يعني الدولة اشتلطي كل مستشفى يسجل حالة كورونا عنده ينطيه 250 مليون، طبعا هذه صرف الطوارئ بدون رقابة يصرفون، يجيبون ناس يسجلونهم فلاونزا بي قاعده يومين او 24 ساعه 48 ساعه هو فلاونزا، وياخذ ال 250 ويسجل شفاء عنده حالات. لذلك شفنا غريبه بالعراق انه نسبه الشفاء اكثر من نسبه الاصابات، كانت يعني غريبه جدا بالعراق صارت. ليش؟ بسبب الفساد الموجود. لكن الحكومه ما تسوي لنا شيء، احنا اللي نسوي شيء. انت احمي نفسك، احمي اولادك، احمي العراق. انت اليوم يعني ثروه العراق الوطنيه، انت ما تحمي بس نفسك، انت تحمي العراق ككل. يعني انت ترضى الفاسدين هذول يبقون؟ هم قاعدين ببيوت وكل شيء عندهم، الكمامات متوفره لهم، يعني الكروبز متوفره، المواد المعقمات متوفره عندهم، كمامات موفره للمواطنين، يعني المواد التعقيم موفروها، مواد غذائيه موفره للمواطنين. يعني احنا بعض المرات نأيد يقول نسوي حظر كلي بعض المحافظات، ليش احنا نخاف على العراقيين؟ لكن هناك ناس استاذ عمر ما عادها تاكل، والله ما عاد تاكل. ناس تناشد بالاذاعات، واحد ناشد بعد الاذاعات يقول يا اخوان عندي جهالي انخذوهم ببلاش من عندي بس عيشوهم. يقول قبل من يقول انطيني 250 دينار حتى اشيل الشبس ما انطي، هسه يقول بابا اريد لخبزه، اريد لصمونه، ما عندي. همين الناس لازم تشوف هذا الامر. يعني الدوله فاشله، لكن اكو امور على المواطن هو اللي يسويها. احنا للاسف يعني كثير من القنوات الاعلاميه العراقيه ما جاءت تنطي هذا الوباء حقه، ما جاءت تسوي اعلانات، ما جاءت توعي المواطنين. اكو ناس مثل ما ذكرت استاذ عمر لحد الان عد الكورونا هذه فضيحه، ما يقول بيها كورونا، وشفناهم احنا وناقشتوها بتلفزيونكم الكريم قبل رمضان، من يهد على الصحه بتفقع حتى يقتلهم. شلون تقولون عندنا كورونا احنا؟ شلون تقول للمره اللي عندي كورونا؟ يا هي بكورونا مرض هذا. هذه العقول استاذ عمر لازم ينورها الاعلام اليوم. احنا الاعلام اليوم بس نطيهم يسبون فلان ويحجون على فلان ويقولون مقتدى هو اللي استغفر الله رب العالمين هو الاله وعمار الحكيم هو اللي يشفي وهذا العامل هو اللي وصلنا لبر الامان. هي هذه القنوات الفضائيه.
ما حد منهم استضاف لدكتور وقال والله حتى الدكاتره يستضيفونهم. صراحه ما يبقى الاسم دكتور ياخذه. شنو يقول؟ يقول كورونا ما لكم شغل، بس اخذوا بنادول وناموا بالبيت. ليش ناموا بالبيت؟ ما قالهم لا تطلعون، ما قالوا خلوكم مع الـ مع الـ الاجهزه الصحيه. يعني ما لكن المواطن العراقي هو اليوم اللي يحدد لنا يبني لنا هذا مستقبل العراقي. هذا اليوم شباب العراق اليوم زين. نعم. ابو علي، غير بنفس الوقت انه مثلا هذه المشايخ، هذه الزعامات الدينية توعى الناس، يقول لعمي ترى أني إنسان حالي من حالك، لا أضر ولا أنفع، غير يصير توجيه بهذا الأمر؟ لو يظل ساكت يعني حتى مكيف، يعني أنه طلع أحد أو طلعت جماعة أو مجموعة من الشباب يقول لك والله إحنا ما دام موجود فلان إحنا ما يصير بينا كورونا. واليوم أكو حالات كثيرة في مدينة الصدر، نسأل الله أن يشافيهم يا أستاذ عمر. نعم أستاذ عمر، آمين يا رب العالمين. أنت الساكت خلى ساكت لا يحكي، أنا الساكت يا ريت يكمل سكوته ويسكت. أنا اللي يطلع لي يقول لي تمنعون الناس من تروح للزيارة الكاظم لو الإمام الحسين عليهم السلام، حتى الكورونا هم اللي يشفون، هم اللي يشفون الكورونا. يعني هذا على مستوى طبي، إحنا أهل البيت على عين وعلى الراس، وزيارتهم لكل مسلم يحب يزورهم. بس يا أخوان هذا مرض. واحد يقول لي واحد طلع يقول يعني مع احترام وتقدير الأهلنا المذهب الجعفري، هم أهلنا منا وبينا وهم أغلى من عيوننا. واحد يقول الشيعة ما تصيبهم كورونا، ليش؟ هم محميين من زمن الإمام علي. هذا لو ساكت أحسن له. أنت أو ترجي من هذول يقولون كلمة زين طيبة؟ لا يا أخوي، هم وين هذا اللي يبسط الناس؟ يقول هذول هيك اللي يتحرش بآل الصدر هيك يسوي بيه. ما طلع وانطى الناس فلوس، ما طلع بناء مستشفى، ما طلع يتبرع لهذول الناس الفقراء اللي مدينة الصدر اللي سموها بمدينته، هو مدينة أهله، ما طلع يتبرع لهم. تدري اللي تبرعوا أهل الخير وبس، ما بيهم ولا واحد من هذول العمايم. هسه الخمس يا أبو الخمس تأخذون من الناس وطول الفقراء، هذول مو فقراء. 20 مليون من الشعب العراقي فقير. منظمات الأمم المتحدة اللي تقول 50% من الشعب العراقي تحت خط الفقر ما ينطونهم. أما يحكي لا يا أخوي، أنا الحكي معي يسمع عندهم، أنا يدهم بس يسكتون. لكن المعافي هو رب العالمين إن شاء الله. نعم. ثم وعي الشعب العراقي، العراقي. نعم شكرا أبو علي من واسط كلام معنا. أبو ضياء من الموصل، تفضل أبو ضياء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ عمر؟ حياك الله يا أهلا بك. أيوة دوم حبيبي. خصوصا يعني موضوع مال الكورونا وما لا يشغل يعني من قلة التوعية ومن قلة اللي دا يصير حاليا بسبب الأوضاع اللي دا نمر بها حاليا. زين يعني هسه احنا بالموصل عندنا، ويعني الموصل اخر يعني كان اخر محافظه اللي هي هسه انا دا يكثر بها المرض ودا نعاني من عدها، قله التوعيه وقله الدواء، قله المستشفيات، قله الدكاتره، يعني من كل الاوضاع. شلون ما يصير بينا كورونا؟ نعم يعني لحد الان متجاهلين هذا الموضوع، يعني ولا كانه لا ابالي. يعني مرة فتحوا التجوال وصارت يعني ازدحامات وزخم، وهذه العلاج وين والأدوية وينها؟ وين شنو يعالجون الناس؟ طبعا الناس تسافر عندها الأمراض. نعم زين يعني هاي من يقول لك احنا موفرين العلاج وموفرين المستشفيات وموفرين ما أعرف ايش، وينها؟ يلا يوم عن يوم دا يزيد أكثر وأكثر. يعني استهانوا بالمرض، كان بالبداية اشتغلوا خوش شغل على أساس ومنع التجوال ووقاية وبالك وخير، كل شيء ما شفنا لحد الآن. أش يوم عن يوم داي يصير الأمر على أسوأ. وين خليت الأزمة؟ وين الوزراء اللي يطلعون يحجون؟ والله إحنا دا نمشي بيها، والله وكذا، والله وكذا، وقطع رواتب الناس الفقراء التعبان طايحها. يعني لوين نوصل بعد؟ الله يعين، الله يحفظكم يا رب. أنا أشكرك أبو ضياء من الموصل كان معنا. طبعا محافظ النجف لؤي الياسري أكد غلق كافة المداخل في المحافظة أمام الوافدين من محافظات أخرى لا سيما بغداد بعد ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا. الياسري قال بأنه تم غلق مداخل محافظة النجف بالحواجز الكونكريتية بالكامل أمام الوافدين من بقية المحافظات، وأكد بأن أغلب الإصابات التي سجلت في المحافظة تعود لأشخاص قدموا من بغداد. طبعا منظمة الصحة العالمية انتقدت الإحصائيات التي تقدمها الجهات الحكومية في العراق الصحية بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا. مسؤول شعبة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية وائل حتاحت قال بأن الإحصائيات اليومية التي تتلقاها الشعبة بشأن عدد المصابين
بفيروس كورونا في دوائر أو من دوائر الصحة في العراق غير موحدة، وأضاف بأن بعض دوائر الصحة تعطي معلومات ناقصة، وبيّن بأن احتمالية توفر لقاح للفيروس سيكون خلال 6 أشهر المقبلة. يعني إحنا هاي السنة الفيروس كورونا، وفي حال عدم توفر لقاح فإن توعية المواطنين للوقاية من المرض هي الأساس للمرحلة المقبلة. يعني إحنا بعض الناس يقول لك والله جو العراق وارتفاع درجات الحرارة راح تقتل هذا الفيروس. إجماع عالمي بأنه الفيروس لا يتأثر بارتفاع درجات الحرارة. يا ناس يا جماعة الخير اقعدوا ببيوتكم، اللي ما عنده شغل يقعد ببيته وياخذ كافة الإجراءات الوقائية، واللي يطلع بوظيفته وكذا وإلى آخره. الوضع مو زين، احنا مو جايين نخوفكم بس جاي ده نساهم في التوعية. الوضع مو هي، الوضع مو هو. ترى أبو جعفر من بغداد، تفضل أبو جعفر. أبو جعفر تسمعني؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بك. شوال حبيبي أبو عمر، أهلا وسهلا بك، تفضل. أخ عمر، نعم، من ناحية موضوعكم على موضوع كورونا، نعم، أنا حقيقة من أهالي مدينة الصدر، يمكن تدري بي سابقا وشارك وأنا صديق. طبعا تحياتي لك والإذاعة الرافدين المجاهد البطل وجميع ما في الاستديو جميعا. نعم شكرا لك. موضوع كورونا، أنا قبل 3 أيام 4 كنت في مستشفى الإمام علي عليه السلام اللي هو في الشوادة. حقيقة كثير من الأخوة العراقيين مواطنين أصيبوا بمرض كورونا، عادم الله وعادكم، وما استقبلوهم وشروهم خلوهم في الحديقة مال المستشفى. هاب يا مستشفى أبو جعفر؟ حديقة المستشفى، مستشفى الإمام علي عليه السلام اللي هو قطاع 31. نعم. بالشوادة. يعني وين مريدي؟ قريب عن مريدي. مستشفى الإمام علي معروف. نعم. مستشفى الشوادة. نعم. يعني الله يكرمنا تقريبا حالات فوق 200 نفر. الحين هسه موجودين منهم من استقبلهم المستشفى الصدر اللي هو عندنا في الداخل، ومنهم من توفوا. واثنين أولاد عم أصدقاء لي توفوا بسبب مرض كورونا. وصدقني يعني صح المدينة ما مشتزنا كشعب ما مشتزنا، لكن كدولة والله كصحة كشو ماكو. يشهد الله حتى بحباية براسي كون ما يعطي، يشهد الله ورسوله أخي عمر. نعم. حباية براسي كون ما يعطي. وهذه الدولة ملتهية أخي عمر، ملتهية حبيب الدولة هسه ما شاء الله. صعد النفط ونزل النفط وهالكورونا وهالفساد وهالمرض هذا اللي الله سبحانه وتعالى جابه، خلينا نقول جندي من جنود الله سبحانه وتعالى على الفاسدين والفاسقين، جلدكم الله وعادكم الله. صدقنا هذه الحكومة يا أخي عمر والله العظيم هالموت هذا اللي قاعد نشوفه، البشر ميت وفلس يوقع على وجه الله يشهد ورسوله من وراء مرض كورونا. وانا شفت بعيني طبعا، حتى بمريدي قبل الله يكرمنا تقريبا 7 أيام 6 أيام شخص ما ولا شاف خفيف على وجهه راسه، قالوا بي كورونا. لكن انا بعد ما تحققت من هذا الشيء. نعم. يعني لكن الدوله والله العظيم الحين كل هاي فساد اداره، تعال للمستشفى قاعد يصرفون هاي خليه الازمه وشغلات وهذه وكذا وكله شلب بشلب. يشهد الله اذا تورعوا 100 مليون ما يوصل للمواطن 1000 دينار عراقي، ولا يصرفون على المواطن 1000 دينار عراقي. فهذه الأحزاب لا متى؟ إيش متى هاي الأحزاب وهذه الكتل السياسية ورؤساء الكتل معلق الله عليهم؟ يعني هسه باعوا مرض كورونا أخي عمر، صدقني حشاك مثل النسوان ضموا ويروحون تدوا للنسوان والله العلي العظيم، ولا المرأة لها قيمة في المجتمع مع احتراماتي ما شبههم بالنساء، النساء أفضل منهم. هسه حاليا كل من ضم راسه هو وعويله واحد يقدرون يطلعون للخارج، كل من ضم راسه هو وعويله وقاعد ياكل ويشرب ويصرف والمصارف الجوا والمليارات ويفكر شيء يسوي باكر. وكل هاي فساد الاداره موجود اخي عمر. لا. لكن مدينه الصدر حقيقه هسه حاليا انا في احد القطاعات، صدقني واحد وقت الجريتين مات يشهد الله قبل يومين، فرحنا لان قرفات قالوا لا حد يجي هذا ترى مات بمرض كورونا. نعم. واحد خطيه عند الميز صغير ما تلاعب البيبيا.
مقطع عليه، هذا قطع مالنا طبعا عن بيتي الله يقدر يبعد 150 متر 125 متر عن بيتي. لكن هواي هسه مدينه الصدر عندنا هواي ابد لا من سائل ولا جواب ابد، ولا واحد ولا الدوله ولا كذا ولا صحه كل شيء. فان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى اخي عمر ما اريد اطيل عليك لان عندك هواي من الاخوه المتابعين. بس اريد اسالك ابو جعفر المشاركين، احنا بنشوف بنشوف بعض الشباب بعض الناس تطلع على مقابلات تلفزيونيه على مواقع التواصل الاجتماعي يقول له يابا انت ليش ما متخذ اجراءات وقائيه، يقول لك والله مو انا السيد فلان وياي. يعني معقوله وصلنا لهي المرحله؟ اي نعم زين شنو الوصف هذا؟ جهل لو قله وعي لو شنو يعني؟ والله انا اقول لك هسه احنا في انقل لك وجهه نظر المدينه، مدينه الصدر اريد اقول لك. نعم. صدقني اللي هي تبلغ من العدد السكاني يمكن من 3 إلى 4.5 مليون غراب هنا سنه. صدقني هسه انا اللي اجتماعي طبعا 24 ساعه فاتحه عرس كذا شومات هذه، فانا بالنسبه لي قاعد يقولون هنا المشاع في مدينه الصدر كورونا ما في. هاي كورونا هي هم الاحزاب. كورونا هي الحكومه. كذابين ودجالين هم جابوا هاي على حدود المظاهرات. هسه المشاع عندنا مدينة الصدر، فقاعد اشوف مدينة الصدر هسه ما شاء الله اللي يلعب فاولي ويلعب اللي شو يسموه هذا الاخر ما شو يسموه والله يعني كلها قاعدة تلعب هناك كلها بالجدرات الوسطية بالحدائق اخ عمر. نعم. حقيقة هسه إذا تجي ما شاء الله كل 40 50 نفر خاصة برمضان بحيبس ما بحيبس، فهناك كثافة سكانية ورينا الكوفيات البراديد حتى أجلكم الله من فم الفم أي من حق الحد. هذا يصير هذا يعني لا. هذا مقبول بهذا الظروف؟ لا هو ما مقبول اخ عمر، بس انا قاعد انقل لك نعم انقل لك واقع الحال اخ عمر، واقع نعم الحال في مدينه الصدر هيجي، وهسه اذا تجي مدينه الصدر شو عجيب غريب يعني والله ماكو كورونا ماكو حكي كورونا. بس انا اقول لك هسه الاسواق والاقتصاد هسه انا بالنسبه لي يشهد الله مدينه الصدر في مكان يشهد الله ورسوله انا هسه الطريق القريب عن الشارع. يعني ما شاء الله تعال شوف الكراسي اللي قاعد هذا المسنك وهذا الكذا وهذا النرجيله وكلهم قاعدين عادي، يعني تلقى السيجه قدامهم والحلويات والبيبسي، يعني انا اقول لك هسه المقبلات والفواكه والشغلات وهذه الكرزات، يعني اقول لك مدينه الصدر حقيقه. بس والله وبالله وبالله لكم رجعه لكم رجعه ان شاء الله يا اخواننا المتظاهرين، نرجع ان شاء الله راح نرجع لساحات التظاهر واحنا نعلم شلون هذه الحكومه الفاسده اللي هي بنفس المرض ونفس الوباء ونفس الاجل اسرائيل عليه السلام وهم قاعدين يبذلون وقاعدين ياخذون حقوقنا والله العلي العظيم. بس حصه اخي عمر اليوم رحت لابو الكميه رحت له قال والله ما الشهر الثالث يشهد الله ورسوله لا سكر لا زيت لا طحين لا رز والله العظيم يا اخي عمر يشهد الله ورسوله ثلاث اشهر صار لنا ما مستنين كل شيء ولا طحين ولا كل شيء. نعم. زين منين واحنا قاعدين ساكتين؟ ساكتين منين يا اخي يا عمر؟ نعم. هاي دولة فاسدة شلون؟ ما ادري. بس ان شاء الله دولتنا قريبة والله العظيم الكورونا العظيمة هم هذول الاهداف ترى مو هذا مرض الله حاشا لله، الله هذا يوم يومين شهر شهرين ويروح ان شاء الله، لان الله يرأس بالعباد حاشا لله، الله للعباد قريب، لكن هؤلاء اللي هم مرض الكورونا الحقيقي الاحزاب والدولة فاسدة. واللي يندعون بعد ابن ابي طالب وعمر بن الخطاب ومدر بن زينة ملاعين هذول الاحزاب ان شاء الله ان صولة ان شاء الله قريبا يا اخي يا عمر. ومثل ما تتذكر خابرتكم اول ما يوم 25 قبل محرم تتذكر اول واحد انا خابرتكم قلت لكم يمي وقع شاب في 16 وكذا تتذكر من اهل مدينه الصدر يا اخي يا عمر. نعم. نسأل الله أن يحفظ جميع العراقيين وشافي المصابين. أنا أشكرك أبو جعفر من بغداد كان معنا. طبعا رئيس الجمهورية برهم صالح يعني أعلن عن تداعيات وباء كورونا وقال بأن نسبة الفقر في العراق زادت من 20% كما قال إلى نحو 40% ورجح أن يتقلص اقتصاد البلاد بنحو 10% خلال العام الجاري، وقال بأن متطلبات التباعد الاجتماعي قد أوقفت العديد من قطاعات الاقتصاد وجاءت بالتزامن مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط والتخفيض الكبير في إنتاج العراق للنفط بنحو 23%، وطالب صالح بدعم دولي لإعادة الهيكلة الاقتصادية للعراق، وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية ستلزم السحب من احتياطات النقد وزيادة الدين الكلي للبلاد. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. أريد نتحدث في الجزء الثاني من هذه الحلقة حول معاناة الفلاح العراقي. يعني معروف أنه من العام 2003 ولغاية الآن معاناة الفلاح العراقي بارتفاع مع الأسف، بسبب أنه الأحزاب السياسية تستورد المنتوج من برا حتى هي تستفاد وتفيد الدولة اللي تستورد من عندها، وعلى رأسها طبعا إيران. اليوم يعني معاناة الفلاح العراقي مضروبة في اثنين في أربعة بسبب أزمة كورونا وإغلاق المنافذ بين المحافظات. طبعا الفلاحين طالبوا في العراق بجد يعني حل لمشكلة تسويق منتوجهم، وخاصة هناك مقطع راح نشوفه منتوج الطماطم في البلاد. الفلاحون قال بأن أسعار الطماطم حاليا لا تغطي نفقات زراعتها من الأسمدة وغيرها، حيث انخفض الكيلو إلى أقل من 50 دينار. يعني بيع الصندوق 30 كيلو ب2000 دينار وما لاقي أحد يعني حتى يسوقه، ويطالب بأنه يابا يا حكومة يا مجلس محافظة يا مسؤولين، ما معقولة أنه هناك ماكو معمل حتى نقدر نبيعه، معمل تابع للحكومة يسووه معجون يستخدموه في أغراض ثانية، إن كان بالنسبة لمنتوج الطماطم أو المنتوجات الأخرى. طبعا إحنا نتكلم هذه المعاناة جزئية بسيطة، طبعا معاناة الفلاح من حرق محاصيل من قبل ميليشيات مرتبطة بإيران حتى تجيب المنتوج الإيراني على حساب المنتوج العراقي وغيرها من الأمور كثيرة. السيطرات تأخذ أتاوات من الفلاحين حتى يعبر بضاعته يومية، مثلا إذا هو مثلا يومية يحصد محصوله لازم ينزل للعلوة، ينزل المدينة، لازم هذا مقابله كذلك يدفع يعني مبالغ طائلة حتى يقدر يمررها. هذا سبب رئيسي بأنه الاقتصاد العراقي في تراجع وباعتماده على النفط. واليوم الجماعة يقول لك إحنا بأزمة اقتصادية، ومثل ما تحدثنا قبل الفاصل برهم صالح رئيس الجمهورية تحدث أنه يطالب المجتمع الدولي بمساعدة الاقتصاد العراقي وإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي واعتماد العراق على ربما راح يسحب من المخزون النقد اللي عنده ويعتمد كذلك على الدين الخارجي. زين 17 سنة هاي مئات المليارات، شو تسوون لو بس عايفين الفلاح، عايفين المزارع، عايفين صاحب المعمل والمصنع يشتغل؟ كان هذا سد كثير من الأمور خاصة وإحنا في أزمة كورونا. خلونا نشوف مقطعين، مقطع لفلاحين يتحدث فيه أحد الفلاحين يريدون يبيعون الطماطم ما لاقين أحد يشتريها، وثاني كذلك يعني معاناة الفلاح العراقي في سمرة. نشوف المقطع ونرجع لكم. السلام عليكم ومروتكم، مشي عليكم الحسين. سوى حل الفلاح، سوى حل الفلاح ب2000 دينار اليوم، ب1000 ونص الطماطم ما حد يقلبها، الله وكيلكم والعباس كفيلكم. سووا حل المواطن، حل الفلاح، فتحوا لكم معمل تعليب، سووا لكم فتحوا لكم مصنع. هاي الست اليوم انا رايح لايران وشايف شغلهم، الله وكيلكم ما عدم شيء ينذب. مو تقولون احنا عدنا ولا سوى الله بلوى والحسين. هاي ب2000 دينار، الله وكيلك والعباس كفيلك وما تنباع. هاي الفلاليه حال الضيم حالهم، يعني هذا بذره ما يسده، لا غاز ولا بذور ولا اسمنت ولا اي شيء. هذا الفلاح حسي يجيب طماطم يحتار بيها، يظل من الصبح للليل، وب2000 دينار ما تنباع. سووا لكم نايره، فتحوا لكم معمل. هاي طماطم منتوج محلي 100% ب2000 دينار الطماطم اليوم، الله وكيلكم والعباس كفيلكم ب2000 دينار، ما حد يقلبها ب2000 دينار. السلام عليكم يا اخي، احنا في الحساب مره، يعني شلون؟ يعني نور الزرع اللي بالقاع يعني ما يشيله، هسه هاي شوفت عيونكم، الزرع محوش بالقاع والله صار لنا نهارين، والله صار لنا نهارين، ما يرحم يا اخي فلاح، الفلاح انت عجل نوابنا يا بعد عمليات المحترم بعد بيت الوجه، ربنا شوف لنا صورة حل، شوف لنا صورة حل، خل ننقل زرعاتنا، بس ننقل زرعاتنا، شكو عندنا احنا؟ لا عندنا تجمعات، لا عندنا شيء، هو كل من بزرعه ينقل زرعه ويمشي. التجمعات هسه التجمعات، مو تنسى السيطرة، هاي التجمعات المضرة لنا.
يعني بهذه الظروف واغلب المنافذ الحدوديه مسدوده، غير تخلي الفلاح يبيع بضاعته، يعني يسوي لك فد صوره حال. اوكي انت تقول انه اني عندي حظر تجوال، زين هو يوصل الى نقطه معينه، سوي لك انت مكان معين للبيع والشراء، نقطه خليها مؤمنه حتى المواطن. يعني الى متى تبقى هذه المعاناه؟ يعني اما يدفع رشوه الفلاح او صاحب المصنع او صاحب المعمل حتى تمشي اموره، او ما تمشي اموره، او يحرقون المحصول مالته او ينتلف. وهذا اللي شفناه يعني جزء يسير وجزء بسيط من معاناة الفلاح العراقي المستمرة. يعني هذا البلد اللي بنهرين كان المفترض احنا ما نستورد اي خضار من برا، يعني والله عيب احنا نستورد طماطم ورقي وخيار وغيرها من المواد من ايران ومن غير ايران، واحنا عندنا هاي الارض الزراعية ما شاء الله، ارض السواد العراق بها هذا النهرين، تنوع مناخي من الشمال الى الجنوب، ما يحتاج احنا. واليوم احنا في ضائقة مالية، بس الجماعة والله لو مو ضائقة مالية تمر بيهم، اهم شيء انه يستفادون هم ويفيدون الدولة اللي هم تابعين لها اللي هي ايران. ابو محمد من بغداد، تفضل ابو محمد. ابو السلام محمد. عليكم شو وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بك. والله استاذ عمر، التحية لشهداء العراق من 2003 ولحد الآن، والخزي والعار والشناب للحفنة اللي جابوهم الأمريكان جواسيس والخونة والعملاء والقتلة والمجرمين، نعم، المزورين، الخزي والعار لهم، هم دولة اللي دمروا العراق، والكارون الأكبر هم دولة اللي كانوا يقتلون العراقيين بالمفخخات ويقتلونهم بالمداهمات، وفلشوا بيوتهم، سلبوا أموالهم أكثر من كارونا. كارونا إذا صار لها 5 أشهر كتلة 500، هم كانوا بالخمس أشهر يقتلون ملايين، فلعنة الله عليهم وعلى أمريكا اللي جابتهم هذول الأنجاس اللي كان يسيبون في الشوارع بالخارج، اللي كان يخدم واللي كان يبيع قبة واللي كان يبيع محابس، جو ناس اللي لموهم الأمريكان مناصب. نعم. هذا البلد إذا يسلم لغير أهله، هذا حال البلد، لأن البلد إذا ما الطالب يدرس ويتخرج مهندس يروح على الهندسة، طالب يدرس ويتخرج دكتور يروح على الدكتور، كل من مهنته. أحنا من جو دولة مناعيل الوالدين، من جوه ولحد الآن صار 18 سنة يطفر من وزير صحة إلى وزير مالية، من وزير مالية إلى وزير اتصالات، من وزير اتصالات إلى وزير داخلية، يصير هذا العالم كله يصير هيك أستاذ محمد عمر؟ نعم، لا ما يصير طبعاً. يصير؟ إيه. يعني يصير الجماعة. أنا ما شايف دولة. ملتزمة دولة مع الأسف. المسؤول ملتزم وتحسبيها يعني ما شاء الله يفتي لك بكل شيء. هاي إذا تتذكر. إذا تتذكر وزير الداخلية الأسبق بيان جبر صلاغ، وقبلها كان وزير إسكان. أحد اللقاءات يعني ما شاء الله تيده الشيخ مال جامع، الشيخ مال جامع تريده خبير أمني، تريده مهندس، يعني ما شاء الله 7 صنايع عنده، 7 صنايع. سبع صنايع أعني، والبحر ضايع. البحر ضايع طبعا على المواطن، المواطن مو إله. نعم. هو إله، يعني هو إلهم دولة، يعني أنت نعم. شايف دولة يلعبون عليها، يضحكون عليها بحجة انتخابات هي مزورة، وماكو ولا واحد انتخبهم، كله تزوير. وانت روح على المنصب، وانت روح على المنصب، وانت روح وزير داخليه، وانت روح وزير دفاع، وهم يتداورون 18 سنه وكله بوق ونهب وسرقات، وكل حولوا ارصده الى الخارج. فدول مو عراقيين يا عمي، مو عراقيين، دول ناس مجرمين قتله، وماكو غير الله سبحانه وتعالى بس يخلص تخلص من الكارونه، ثوره عالمه وتمحيهم من الوجود. نعم.
وأنا أشكركم وجزاكم الله خير. شكرا أبو محمد من بغداد كان معنا. نعم يعني معاناة الفلاح ومثل ما شفنا بالمقاطع وتحدثنا جزء يسير اللي يطلع على الإعلام، أما على الواقع فهو أمر كبير. يعني اليوم الفلاح يزرع ويحصد ويزقي ويسهر الليالي ويشتري أسمدة ويشتري غاز إذا المولدة للمطار المي والنقل وإلى آخره، وبالأخير أنه يلقي هذه العقبات وما يقدر يبيع المحصول مالته. فيجي واحد يقول لك والله إحنا يعني تراجعت الزراعة في العراق أو تراجعت الصناعة في العراق، ما هي بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة في العراق أدت إلى هذا الشيء. ومثل ما أشرنا إلى أنه كان من الممكن أن لا نستورد أي شيء من الخارج بالنسبة للمواد الغذائية والمواد الزراعية، كان الاعتماد على العراق. يعني إحنا بفترة التسعينيات وفترة حصار كنا نتذكر والمأساة اللي كانت في ذلك الوقت، يعني هذه الأمور كانت الطماطة وغيرها وغيرها، هذه الأمور من المسلمات عند البلد، اكتفاء ذاتي، ما يستورد أي شيء من برا. ولكن مع الأسف معنا اتصال. محمد من السماوة، أبو محمد من السماوة، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يخليك رحمة الله بك. أنا رسالتي للشخص اللي قبل شوية طلعته يحكي عن مقتدى ويقول إحنا ما يصير بينا كورونا لأنه مقتدى ويانا. نعم. زين دوري شنو فرقهم عن عبدة البقرة اللي هم الهندوس يعني ويتبركون بفضلات البقرة، دول هم ما يتبركون بفضلات مقتدى ويطيبون يطيبهم مقتدى. زين لو رجال الدين إذا عندهم قدرة وقابلية يطيبون الناس ويشافونهم من يبصق البصاقة على إيد المريض أو على الجرح أو كذا، ما طيبوا عبد العزيز الحكيم لما صار عنده سرطان بالرئة؟ ما طيبوا رجالاتهم دول اللي ماتوا يعني بأسباب تافهة؟ فاحنا هذا الجهل وهذا الدجل ما ادري شو وقت ينتهي، ليش وقت يعني هاي الناس تبقى لحد الان يعني الشباب هالوقت هذا هو يعتقد انه مقتدى وياه ومقتدى انه يطيبه وكذا. نعم. فهذا حال هم دول اللي وصلونا لهالمرحله، مثل هذا الشاب وامثاله. شو يفسر هذا الموضوع؟ يعني الجهل وقله الوعي. اي هذا التجهيل والجهل. من السبب البي برايك؟ السبب هم رجال الدين، هم خلوا الناس تنقاد لهم انقياد اعمى وانت ذبها براس عالم مطلع من عندها سالم ومالك شغل. يعني حجموا عقول الناس خلوها تحت امرتهم، هم شي امرون هم ينفذون لهم دوله. يعني ما اجلكم الله يعني ما يختلف عن الحيوانات، يعني شلون الحيوانات من تتبع الراعي بالضبط، هم يردون هالشي. وش وقت ما توعت الناس وأصبحت عندها ثقافة وأصبحت عندها وعي ويجادلونهم، راح نقول إحنا الأمة العراقية صارت بخير وإحنا تحررنا من العبودية. وهذا شكل من أشكال العبودية أنا أشوفه، يعني هذا رق، يعني رق العقول، هذا عبودية العقول. يعني هذا اللي لحد الآن يبوس إيد السيد ويتبرك بالسيد ويعبد السيد ويتبرك بصاق مالته ويخلي إيده على المكان اللي بيألم ويطيب، هذا شيء تترجى من عنده؟ خلي يطيبون أنفسهم، هم دول المعممين، خلي يشافون أنفسهم أول مرة، يشافون أبنائهم، يشافون أنفسهم. فهذا حال العراقيين اللي يتبعون هذول، هم الدول اللي وصلهم لسدة الحكم وخلهم يحكموننا بالانتخابات، تلقيهم سنوات واقفين بالحر كاتل الحر، ومن ثاني شو وقت يوصل لصندوق الاقتراع ويزب صوته وينتخب مقتدى وغير مقتدى من هذول الحثالات البشر اللي هم صاروا يحكمون هسه العراق. هذا المجرم اللي هو يقتل مهند القيسي وغيره من هذول الشباب اللي المتحررين، يقتلونهم المتحررين، عقولهم متحررة يقتلونهم. نعم.
كلهم عفنة وساذجة ولا زالت لحد الآن تعبدهم، هذولا هم أتباعهم وتبركون بهم ويقودونهم مثل القطيع الأغنام بالضبط، يقودونهم يودونهم الجبهات المتمثلة بالحشد وغير الحشد ويقتلونهم بالحدود العراقية السورية والأراضي غير الأراضي العراقية بحجة حماية المناطق بسوريا زينب وغيرها من المسميات هذه. نعم أبو محمد. ويجهلون بالعالم ويقتلون بالشباب وما يسرون كل شارع وماكو إلا رحمة رب العالمين تخلص من عندهم، وماكو غير بس الكفاح المسلح. أستاذ عمر مستحيل السلمية تنجح ويا هالشكولات هذه العفنة اللي جتنا من الخارج، ومستحيل نتخلص من عندهم إذا مو كفاح مسلح ونرفع السلاح بدينا ضدهم. هذا نعم. هو المشروع الصحيح. أبو محمد من السماوة كان معنا، شكرا لك. طبعا مديرية الدفاع المدني في نينوى أعلنت عن احتراق 40 دونم من حقول النفط غرب مدينة الموصل، معاناة الفلاح. لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية اليوم أكدت أن استمرار اندلاع الحرائق في الأراضي الزراعية في البلاد دليل على وجود أيادي تعبث باقتصاد العراق وتسعى لإبقائه بلدا مستوردا. مديرية الدفاع المدني قالت بأن حرائق حقول الحنطة والشعير بلغت 207 والتهمت مساحات تقدر بنحو 8561 دونم من الأراضي الزراعية. نعم، معنا اتصال أبو طاها من فنلندا. تفضل أبو طاها، عندنا دقيقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك حبيب قلبي. موضوعكم اليوم جيد على المحاصيل الزراعية. حياك الله، تفضل عيني حبيب قلبي. هذول المحاصيل الزراعية اليد الأيادي اللي تحرق المحاصيل الزراعية هي اللي تابعة لولاية الفقيه. نعم، اللي تابعين لإيران يحرقون المحاصيل الزراعية لكي يستوردون من إيران المحاصيل الزراعية من إيران، كالحنطة الشعير الطماطة، هذه هاي الطماطة وهاي انتهينا منها قديمة، بس الحنطة والشعير. نعم، يعني البذور الحبوب الإيرانية وين تروح؟ طبعا للعراق، والعراق يدفع. اللي يحرقون هم اللي تابعين المقتدى والهادي العامري وقيس الخزعلي، تابعين إيران وللميليشيات الإيرانية. يعني ماكو، يعني ما يجي هم من السنة هم اللي دا يحرقون. الله يعين، الله يعين الفلاح ويعين المواطن العراقي. أنا أشكرك أبو طه من فنلندا كان معنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.